المغرب. أنا ممثل محترف وأقدم عرضي لكل الحضور بغض النظر عن لجنة التحكيم. تجربتي مع نيكولاس كيج كانت تجربة مهمة، خصوصاً مع ممثل كبير ومخرج كبير اللي هو لاري تشارلز. بالإضافة للتجربة اللي راكمتها من خلال التمثيل، فهذه تبقى تجربة أخرى بالنسبة لي كممثل مغربي، وهدفي هو أن يتعرف عني الجمهور العربي. أنا مقتنع بما سأقدمه وسأقنع لجنة التحكيم بأدائي. مساء النور. مساء الخير. مساء الورد والعنبر. أهلا وسهلا. ممكن تعرفنا عن حالك لو سمحت؟ حاتم عبد الغفور. أهلا من المغرب. أهلا وسهلا يا حاتم. تفضل. قبل ما أتفضل. تفضل. أنا جئت من قرية صغيرة بالمغرب، ولكن بطموح كبير. كانت البداية من المسرح المدرسي، مرورا بالمسرح الجامعي وحصولي على جائزة أحسن ممثل بمهرجان دولي بالمغرب. ثم جاءت البداية الكبرى مع الأستاذ حاتم علي في مسلسل صقر قريش، مرورا بملوك الطوائف وانتهاءا بمسلسل عمر. وقبل حضوري هنا كان عندي تصوير مع في فيلم أمريكي كوميدي Army of One مع نيكولاس كيج. التوفيق إن شاء الله. ما عاد فينا نقول له لا. طب أنت جاي لي. ما عاد فينا نقول له لا. بالضبط. اليوم يعني جاي من أجل لقائكم ولقاء كل هذه الوجوه الطيبة. أهلا وسهلا. هلا عليت سقف توقعنا قوي، فما نعم. تخزلناش عشان ان شاء الله يعني ارجوك يعني كفايه لحد كده، ويا ريت ان شاء الله. تفضل خي حاتم. ليس تحت جعبتي الا الحق، انا من اهوى ومن اهوى انا. نحن روحان حللنا بدنا، نحن من كنا على عهد الهوى نضرب الأمثال للناس بنا. فإذا أبصرني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. ولكن ما أوديت من أجله زمن الخليل الوزير العباسي لا زال قائما حتى اليوم. الظلم بجميع أنواعه، القمع بشتى أصنافه، إهدار كرامة البشر، تخريب الضمائر، القمع، التسلط، الحيف، الاحتكار. أليس للمرء اختيار ثالث في مدينتكم يا محترمين؟ اقتلوني يا تقاتي، ففي قتلي حياتي وفي حياتي مماتي. لما أحببتك أحببت الوطن، أوصيك بالأوطان خيرا. لما أحببتك أحببت الوطن. شكرا. أول شيء الله يعطيك العافية. شكرا. غادة. أنا طبعا يعني متأكدة أن الأستاذ حاتم علي مخرج عظيم وهايل وليه أعمال كتيرة، بس أنت متأثر قوي قوي بكل الأعمال اللي أنت اشتغلتها معاه. رفعتنا السقف غير متوقع وديتنا المتوقع اللي احنا شفناه في المسلسلات الدينية أو الإسلامية أو التاريخية. الحل الوحيد دلوقتي طبعا لو الزملاء موافقين ان انت لازم تعمل حاجة بعد اذنك مش باللغة العربية، يعني ما بالضرورة يعني فصحى، يعني حتى لو بلهجة بالضبط كده، اعمل شيء انت تكون حر فيه، عرفت؟ اعمل لون جديد عليك، لون ما جديد تصنع عليك يعني العاب متوقع منك. العاب العاب يكتب عليك كتاب يا أليسا، اللي قال لك يلقى انسانة جميلة بحالك ويخرج ويمشي في حالته. ابدا يا أليسا، وخصوصا شاب حالي عاد خارج من الحبس. بلا شك هذه البنية ديالك الأنسة رحيمه ياك،
أراه الصانع لك باباك الله يرحمه. وأنا راني أصدق البروفيسور بوعزة الحادق العزوة، ولكن ما تخافوش دابا نتهلا فيكم كاملين. أنا اكتفيت أنا بالنسبة لي. طبعاً يعني غير يعني في شيء ثاني. طاسر. شيء إسباني إنجليزي. لا لا خلاص. من صوت شباب؟ أنا بدي أقول شيء معلش. تفضل. للأمانة للأمانة. أنا الشيء اللي عملته بالأول بالنسبة إلي هو أقل من عادي. رح أكون معك صريح. أعطي الأمور حجمها مهما كان هذا حجمها. خليني أكمل إذا بتريد. تفضل. شايف هذا الشيء اللي أنت هلأ قلته بلهجتك بكلامك، أنا مرق معي يمكن سنتين أو ثلاثة بس حبيتهم، وبقدر أنا بعرف من هدول السنتين الثلاثة ممكن يصنعوا منك ممثل جيد جدا، لكن أنا كل شيء عملته بالنسبة إلي غير مقبول على الإطلاق. كوبي. تعرف شو يعني كوبي؟ لسه ما صوتنا. كوبي. أنت عم تقلد، وأنا أشك بأنه هذا المشهد أنت عامله بالهلأ. هذا مقطع من مسرحية قدمتها بالمغرب. ها؟ شفت؟ طيب نصوت يا جماعة؟ يا كارم بليز. باتسر. غادة. باسل. أنا كرمال هالثانيتين اللي شفت. وأنا كرمال الشيء اللي عملته بالأخير كمان كان في لحظات أنت بغض النظر عن قبل بغض النظر عن البعد، فأنا حقول لك أنه شكراً. نحن على هلا في عنا بنحاول نقنع يا كارمن يا غادة مصي شو رأيك؟ ممكن سهلة عليكم؟ أنا أعتذر وأنسحب. لا 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 شفت هاد شيء ما منيح. لا لأن التصويت أعطاك فرصة إنك أنت مع احترامي الشديد قد تكون إمكانياتك وجهدك وشغلك حقيقة أهم من كل شيء باللجنة حقيقة. أنا خليني أقول لك شيء، الفن ما له علامة، ما فيك تمشي فيه في قيود يعني بنود هذا الميع. الفن قائم على نصدق وكذا، فنحن أعطيناك فرصة فأنت عم ترفضها، فهذا يعني راجع لك. ولكن أنت بدل ما تقول بدي أطلع ممكن تقول إن أنا بدي أقدم شيء. لا أنا أتحمل مسؤولية. أوكي لا لا خلاص أوكي. أنا بالنسبة لي يعني أنا شايف في جو مش صحي. لا 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 أنت شو بدك بجونا؟ شكرا شكرا. انسحبت لأنه ما عجبني الطريقة اللي لجنة التحكيم قيمت بها المشهد الذي قمت بتقديمه، فأنا عندي تجربة كبيرة على مستوى دولي، ولكن تم تقييم العمل وتقييمي بطريقة استفزازية، فما